السلام عليكم. الآن بدنا ندخل ونتكلم على جزئيات الأوبتمايزيشن ألغوريتم. الأوبتمايزيشن ألغوريتم إيش بلزمها؟ بلزمها سيرش بليس. الأوبتمايزيشن ألغوريتم هذه ممكن تكون أي نوع من الألغوريتم. الآن هذه اللي عندي إيش عندي؟ هذا سبيس مثلا، هاي الشكل اللي عندي، هذا المناطق، مناطق السوليوشن فيها فيزابل، يعني هذا في السوليوشن ب ميت السبيسيفيكيشن اللي عندي. المناطق البيضة هذه السوليوشن فيها يعني انفيزابل الموجود عندي في هذا المجال. الان اذا ملاحظين المناطق اللي فيها فيزابل سوليوشن اللي هي الخضراء بعيدة عن بعض متقطعة. الان هذا الموجود، هذا السوليوشن A و C و F، هذول السوليوشن عندي ايش؟ انفيزابل اللي عندي، لانها جزء من الانفيزابل سبيس. هذا كله هي تبحصل على السوليوشن. الان في عندي نوعين من الحلول، في حل هاي هذا حل صحيح ويمكن هذا تعطيني ميت المينيمم كرايتيريا عندي، بس هذا بنسميه لوكال سوليوشن، يعني هذا احسن الحلول في هذه المناطق اللي عندي. الان الأوبتيمال سوليوشن هذا بنسميه الجلوبال سوليوشن، اللي هو أنا بدي أصل إله، يعني لو أنا وصلت للحل هذا الحل مش كافي، لازم أضلني أعمل إتريشن وأقدر أتحرك من هذه المنطقة الفيزابل أريا هنا سبيس للفيزابل سبيس الثاني لحديت ما الله ما أوصل لإيش؟ للأوبتيمال سوليوشن اللي بتكلم عليه في هذا المجال. الآن من الشغلات المهمة اللي هي إيش؟ الانيشال كونديشن عندي هنا في الاوبتمايزيشن. الان ممكن بعض يعني المسائل يكون لها يعني ما لهاش حل، انفيزابل سوليوشن يعني، او فبتعطينيش حل في هذا المجال. من الشغلات اللي في صعوبة فيها الانسرتينتي في النتورك، كيف انا بدي اتعامل معها الانسرتينتي في النتورك، كيف ممكن يصير عندي. الان ممكن في عندي عدة حالات. لو عندي هان حطيت في عندي جنريت يعني ويند توربان جنريتر الموجود، الويند طبعا بتختلف القيمة تبعته بالنهار والليل، فهي الانسرتينتي يعني في الاداء تبعه انه الاوتبوت تبعه مش محدد، يعني حتلاحظ في بنسميه انترميتنت. الانترميتنت يعني بتتغير القيمة تبعته ومش ثابتة. الان من يوم للتاني بتختلف القيم، من موسم للتاني بتختلف القيم تبعت الاوتبوت تبعه لانه بيعتمد على الرياح. الحاجة الثانية ممكن بعض الجينريترز هذول goes down، يعني يصير ايش انه يتوقف عن العمل، بعض الخطوط يصير لها فولت فيها بناء عليها، فهذه كلها امور واردة عندي في السيستم. طيب لو هذا الجنريتر اللي عندي الاوتبوت تبعه تغير بشكل كبير، يعني نزل كثير، التنيات هذول بدهم يعوضوا الكمية اللي هي تغيرت من الاوتبوت تبعه. الان الاستوكاستيك بروسس ايش هن لما نتكلم عليها؟ الاستوكاستيك بروسس اللي هي عندي انا ديتا، والديتا فيها انسرتينتي، والانسرتينتي يعني هذا فيها ايش؟ احتماليات. الاحتمالات هذه بتختلف كيف انا بدي اتعاملها. To find the optimal for a certain research question such as how to dispatch different sources so that we get the minimum operating cost، يعني كيف انا بدي اشغل بحيث يعطيني المولدات اقل تكلفة تشغيل. How certain would you be of the value of the load that need to be supplied or the wind speed that will power your wind turbine. يعني اللود برضو بيختلف من وقت لوقت، في النهار، في الموسم، في الها، فانت بدك تكون متحقق منها، عشان هيك في حاجة بنسميها الفاليديتي لازم تتأكد منها. الانسرتينتي ار everywhere in the network، وين الريزيستنت تبع الترانسميشن لاين هذه بتتغير مع فعل الحرارة، طبعا هذه بتتغيرت affecting the load demand at certain point in the grid. الويذر كونديشن سواء بنتكلم عنها
في إنتاج الطاقة أو في الطلب على الطاقة. يعني لما يصير الجو بارد كثير أو حار كثير بيصير في طلب على الطاقة، هذه برضو بتأثر على الإنتاج تبعت الخلايا الشمسية أو الويند توربين اللي عندي. Also load get connected and disconnected at all the time in the network. Reliability of generator, instead of working with 10 generator ممكن 9 اللي يشتغلوا أو 5 أحيانا. طب هدول الثاني إيش فشلت إنها تشتغل، failure صار فيها. To model these different type of uncertainty we use the so called stochastic model. الاستوكاستيك model أو الاستوكاستيك processing هي عبارة عن اللي بنسميها random processes. يعني الاستوكاستيك هي random process. We start with the evolution trend of load growth, gas prices and coal prices. هذا اللي بنبدأ فيها. Since predicting any of the evolution path with 100% certainty, a set of evolution for each of these parameters need to be generated. يعني أنا إيش لما بدي أنا أشوف التطورات، يعني أتوقع التطورات في الانسرتينتي هذه بشكل كبير جدا. To get stochastic evolution of oil prices from this trend, we try for any given year to fit a probabilistic distribution function to the input of data for that year. ايش اللي بيصير؟ انا بدي اتوقع ايش السعر اللي عندي مثلا للبترول لهذه السنه، وهذا بيشتغلوا عليها على فكره كثير في الستوك ماركت اللي هي سوق الاسهم. بيقروا وبشوفوا عنده بناء على الداتا من السنوات السابقه، بيعملوا بريدكشن ايش بدي يحصل في الايام القادمه، وبحطوا يعني uncertainty condition disturbances مثلا political disturbance في منطقة الشرق الأوسط إيش بدها تأثر على الأسعار. الآن الترند تبعت الglobal warming في الها اللي بيصير في الجو خلال الديتا تبعت الجو خلال السنة اللي فاتت، كل هذه الأمور بحطوها في الموديل ليحصلوا ليعمل prediction إيش اللي بدي يحصل في المستقبل في هذا المجال. Of course we have to do some statistical tests later to prove these models. طبعا في فحوصات تنعمل تنفحص along normal probability log normal probability distribution function or PDF is enough for such model. يعني انا لو جبت distribution probability distribution function هذه برضو كافية. Keep in mind though that the emergence of more and more consumers who produce and sell energy as well, for example اللي بسميناه ايش برسومر، هذه بتسبب لي مشاكل كثيرة في الكهرباء لان الانسرتينيتي صارت اعلى بكثير. Because of these consumer producer اللي سميناه برسومر as we call them, this variation pattern of the load demand become more stochastic and a single fit of a function might not satisfy. يعني لو انا جيت بدي اخذ موديل واحد شكل الفانكشن البل هات يمكن ما تزبطش معي وحده. فايش بندخل على حاجه بنسميها الجاوسيان ميكسر موديل which is basically a mixture of single gaussian where each pdf is weighted by a factor. اللي عندي the weight of each curve is between 0 and 1 and the sum of all weights equal 1. هذا حنشوفها ونقولكم ليش هذه هيك. يعني انا بدي اجي اطلع عندي هاي الموجود عندي هذه انا بدي احصل على البيل كيرف هذه بنسميه الجاوسيان ديستريبيوشن فانكشن الموجوده. الان الماضي الموجود عندي واحده من هدول ما كانتش كافيه، ايش بدي احط؟ بدي احط هاي تنتين وهاي الثالثه اللي هي ثلاثه منهم عملوا لي تقريبا شكل الكيرف اللي بيعطيني زي هيك. الان هذه لكل واحدة منهم في كيف بدي اجيبهم في الايش ويت. الان في اللي بنشتغل عليه حاجة بنسميها هانا قال ايش بدي اسوي. الصم تبع الويت بيساوي واحد. الصم للويت بيساوي واحد في انا عندي بنسميها خلينا نقول اللينير اوبتمايزيشن او اللينير بروبلم. هذه فيها الصم بيساويش واحد يعني.
وفي عندي بدي تطلع عليهم لاحقا. طب على اي حال، طب هذه الرسمات اللي زي هيك كيف ممكن اعمل جنريشن؟ في ماتلاب في عندي فانكشن بسموه جي ام ديستريبيوشن، هذه ممكن نستخدمها. وفي برضو فانكشن تاني لتعمل فت للكيرف الموجود عندي، فت جي ام ديستريبيوشن اللي عندي، هذول في الماتلاب موجودات وممكن تستخدمهم لتعمل بريدكشن ايش الموديل الموجود عندي. طلع الموجود عندي هان، هاي مثلا كمبيوتر ايديد سوليوشن، هاي هذا عمل لي شكل هاي الجاوسيان الاولى وهاي الجاوسيان الثانية اللي يعمل فيتنج للبارامتر، وهي هذه التغطية اللي عملها نفس الشيء هنا. هذول كمبيوتر جنريشن having household with both consumer electricity as well generate it lead to variation in the battery demand اللي عندي زي ما بشوفه. single one distribution function ما كانتش كافية، فعشان هيك عمل دبل الموجود. طيب الاناليتيكال ديفينيشن هنا، هاي البروبابيليتي فانكشن تبعاتي، وهي اللي عملتها هذه الفانكشن اللي شفناها قبل شويه، وهي الويت اللي انا بحكي فيه. الان الويت هذا بدي اياه يساوي كام؟ الصم تبعه يساوي 1. الان هذه مور ريستريكتد دان ذا لينير linear optimization اللي احنا بنتكلم عليها. الان عندي هاي probability، هاي عندي الصم تبع الويت، وهي تعريف الفانكشن الموجودة عندي اللي هي الجاوسيان distribution function الموجودة في هذا المجال. الان هاي عرف الx الموجودة، وعرف الnc، وعرف الw والميو والsummation اللي هي الconvergence ماتريكس اللي عندي في هذا المجال اللي هي هذه بشكل اساسي تتكون من الاكسبكتد فاليو والايش، بنتكلم على الاكسبكتد فاليو والفاريانس عندي للجاوسيان بشكل اساسي. طيب ناخذ بريك ونرجع نتكلم على الموديلنج للانسرتينيتي كيرف اللي تكلمنا عنه.